بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن عدة مواضيع حسابية، منها الأرثماتيك أوبريتورز، ومنها كيف أتعامل مع أي إكسبريشن بيجيني. في بعض العمليات أنت بتحتاج لتعرف كم من أولوية، مين قبل مين ومين بيجي بعد مين. طبعا أنت لما تحسب، لما تجمع عدد، لما تضرب عدد، بيكون في عندك عدة أولويات وعدة إشارات بيكون إلها بعض الأولويات اللي بتكون إلها أسبقية عن الأولويات الأخرى. نروح أنا وياك نشوف هالمثال البسيط. لو رحت قلت لك عرف لي رقم يقبل عدد صحيح، بكل بساطة بتقول لي بما إنك طالب تعريف عدد صحيح معناته أنت بحاجة للداتا تايب انتجر، فبتروح تكتب بكل بساطة انتجر، فبتقول لي شو المتغير أو الفاريبلز اللي بدك إياه. بقول لك مثلا بدي أسميه إكس وسيميكولون. هاي الحركة احنا بنسميها ديكلاريشن، هاي الحركة بنسميها ديكلاريشن. انا اجيت هنا عرفت الفاريبلز اللي اسمه اكس من الداتا تايب اللي اسمه انتجر. طب لنفترض انه انا بدي اعطيه قيمة ابتدائية يبلش فيها هذا المتغير. يفضل طبعا انا ما اعرف اي متغير في الدنيا اني اعطيه قيمة ابتدائية او انيشال فاليو. ليش انيشال فاليو وليش تعطيه قيمة ابتدائية؟ لنفترض انا رحت هون طبعت لك قيمة الاكس، قلت لك انه الاكس ايكوال، ورحت قلت لك والله اطبع لي قيمة الاكس، اطبع لي قيمة الاكس، وهي رحت قلت لك باكسلاش ان. نروح نشوف هذا الحكي شو اللي راح يطبعه عندي. هذا الحكي لو انت عملت كنترول اف 5 وجدت تطبع، قال لك اعطاك ايرور هون، اعطاك ايرور. شو نص الايرور عندك هون؟ نص الايرور بقول لك ان انيشاليزد لوكال فاريبل اكس يوز ات. هون عند الكومبايلر اللي هو 2015 بيقول لك انت عندما تعريف اي متغير لازم تعطيه قيمة ابتدائية. ايش يعني؟ يعني تقول له انه والله المتغير اللي اسمه اكس قيمته الابتدائية زيرو. هاي الحركة اللي هي اعطاء قيمة ابتدائية للمتغير اكس احنا بنسميها في البرمجة initialization. احنا بالبرمجة بنسميها initialization. اما الحركة اللي عملتها انا قبل شوي من دون اعطاء قيمة ابتدائية بسميها declaration لهذا المتغير. اما لما رحت اعطيته قيمة ابتدائية هاي الحركة بنسميها initialization. دائما انت تعود لما تعرف اي متغير انك تروح تعطيه initialization. بعض الكومبايلرات ما بيعترض عندي اذا ما اعطيت قيمة ابتدائية، بعض الكومبايلرات عادي بيعتبر انه الامور طبيعية. بس لما اجي انا اطبع قيمة الاكس شو بيكون في داخلها؟ اللي داخلها بيكون garbage. شو يعني garbage؟ يعني قيمة عشوائية بعطيني اياها الكومبايلر، ممكن يعطيني شغله في المنظر هذا، ممكن يعطيني شغله تبلش بالماينس، ما بحذر عليه شو بعطيني لانه اصلا القيمه اللي داخل اكس بتكون جاربج. يعني جاربج يعني قيمه مهمله، في ذاكر بعطيني حيالله قيمه، حيالله قيمه. طيب فاللي بدي اتفق انا وياك عليه انه دائما نبلش احنا اي متغير بعد الديكلاريشن نروح نعطيه انيشاليزيشن. لو انفذ هذا الحكي اشوف شو اللي راح يطبعه عندي، قال لي انه والله الاكس بتساوي زيرو. طيب ممتاز. لنفترض انه انا بدي اعمل اكسبريشن على هاي الاكس، كيف يعني؟ يعني بدي اروح والله اقول له انه الاكس شو تساوي؟ الاكس تساوي 5 زائد 9 على سبيل المثال. هذا الحكي شو كيف بيمشي او كيف بيفهمه احنا او كيف احنا لازم نفسره؟ احنا في البرمجة بنشتغل من اليمين للشمال. شو يعني من اليمين للشمال؟ يعني اول اشي انا بجمع الخمسة مع التسعة، وبعد ما اجمعهم واموري طيبة بروح بخزنهم داخل المتغير اللي اسمه اكس. يعني اول اشي انا ما بشتغل من الشمال لليمين زي ما بقرأ انجليزي على سبيل المثال، لا، هون بصير في عندي عملية حسابية، وبعد ما تصير عندي عملية حسابية بصير عندي عملية اسناد. شو يعني عملية اسناد؟ يعني بعد ما ينجمع هذول الرقمين بروحوا بتخزنوا داخل الفاريبل اللي اسمه اكس. يعني هون لو اشتغلت انت على الاولويات، الاولوية هون للاكسبريشن، الاولوية عندي لا العملية الحسابية. بعد ما تصير عندي العملية الحسابية آخر إشي أنا أفكر فيه الإسناد. كيف بصير عملية الإسناد؟ بتتم من اليمين للشمال. يعني بدي إياك تأخذها قاعدة طول ما أنت ماشي بالبرمجة، أي عندي أي إكسبريشن أو أي عملية حسابية دائما المساواة هي آخر إشي بتنفذ عندي. عملية الإسناد آخر إشي بتتنفذ عندي. فانا لما اجي اقول 5 زائد 9 بتجمع لي ال 5 زائد 9، بعدين بروح بخزن لي اياهم في الاكس. لو رحت طبعت هذا الحكي اشوف شو اللي راح يطبعوا، طبع عندي الناتج واللي هو 14. طبعا الناتج اللي هو 14. طيب لو قلت لك شغله زي هيك، قلت لك 2 زائد 2، وروح شو تعمل؟ روح اضرب لي اياهم 5 على سبيل المثال.
هذا الحكي شو متوقع يطبع؟ شو اللي متوقع انه يطبع؟ نروح نجرب انا وياك نشوف شو بطبع. طبعا عندي 12. طيب احنا مش عارفين ليش طبع 12، نروح انا وياك نشوف ليش طبع 12. في بعض الناس بيقول لي اه ماشي يلا 2 زائد 2 هي 4، طيب 4 ب 5 20، ليش طبع 12؟ اه لا، هون تفكيرك غلط. ليش؟ لانه احنا هون بنشتغل على الاولويات. كيف يعني؟ يعني بنروح بنضرب الاثنين بخمسة، وبعد ما نروح نضرب الاثنين بخمسة اللي هي 10، بنروح نجمعها باثنين، وهذا الحاكي كله بنروح ينسند داخل الفاريبل اللي اسمه اكس. طيب شو اللي صار عندي هون؟ اه هون في عندي اولويات، الاولوية دائما للضرب، بعدين تيجي عندي الزائد. طب افرض انه انا والله لا والله بدي اجمع هذول الرقمين، وبعد ما اجمعهم بدي اروح اضربهم بخمسة، اه معناته بروح بحط الاثنين زائد اثنين داخل اقواس، وبعد ما احطهم داخل اقواس بروح بتتنفذ اولويتهم مباشرة قبل الضرب. ليش؟ لأن الأولوية عندي للأقواس، بعد الأقواس تيجي عندي الضرب، بعدين والله بيجي عندي عملية الإسناد. يعني شو اللي راح يصير عندي هون؟ راح يروح يجمع الاثنين زائد اثنين ويضربهم بخمسة، وبعدين يروح يخزن الناتج داخل إكس. يعني اثنين زائد اثنين عندي أربعة، بخمسة راح يعطيني 20. كنترول إف 5 لهذا الحكي راح قال لي والله الإكس تساوي 20. طيب ممتاز، معناته احنا في اولويات لازم نمشي عليها. طب شو هي الاولويات اللي احنا لازم نمشي عليها؟ بقول لك الاولوية او الاشي اللي بلزمنا، في عدة اولويات كبيرة وكثيرة، بس اللي احنا بلزمنا انه لازم نعرف انه الاولوية دائما للاقواس. طيب بعد الاقواس شو في يجي عندي؟ بيجي عندي والله ضرب، بعد الضرب بيجي عندي قسمة، بعد القسمة بيجي عندي الموديولوس اللي راح نحكي عنها كمان شوي، بعدين بيجي عندي الجمع والطرح، بعد الجمع والطرح واخر هي اللي بتيجي عندي اخر اولوية عندي اللي هي المساواة اللي قلت لك عنها قبل شوي. لو انت مهتم في عمليات الـ في الاولويات، بتيك تروح على الجوجل وتكتب شغلة في المنظر هذا، تكتب operator precedence in C++ وتروح تشوف جميع الاولويات في السي بلس بلس كيف تشتغل. يعني لو رحت شفت الرابط هذا عندك بعطيك الاولويات بالترتيب وشو اللي بيشتغل عندي وشو اللي بيصير عندي لو رحت بحثت عن هذا الحكي. طيب ممتاز، طبعا بعطيك أمثلة عليها بالتفصيل. نروح نرجع احنا لموضوعنا. طبعا أتوقع جميع الأوبريتر أنت بدراية عنها مسبقا، عارف إنه والله الأقواس لها الأولوية، عارف شو الضرب، عارف شو القسمة، عارف الجمع والطرح أكيد، وعارف شو المساواة. بس في أوبريتر جديد عليك اللي هو المودولوس، أو في بعض ناس بلخبطوا فيه ما بعرف كيف يشتغل على المود. طيب نروح انا وياك ناخذ مثال على المود ونعرف شو قصة المود. لو انا رحت قلت لك شغلة زي هيك، قلت لك والله انا بدي اروح امسح هذا الحكي واقول لك والله اطبع لي شو هو؟ اطبع لي 5 مود السبعة، 5 مود السبعة، شو الناتج تتوقع لهذا الحكي؟ راح طبع لي 5. طيب لو قلت لك والله بدي انا 4 مود 7، راح طبع لي 4. شو قصة المود؟ المود هي اختصارها باقي القسمة. هل انت بتقدر تقسم الأربعة على 7 أشخاص؟ بتقول لي اه والله باجي بقسم الواحد لنصين ونحكي، بقول لك لا، هون المود بتتعامل بأرقام صحيحة بس. هل بتقدر انت تقسم أرقام صحيحة على 7 هاي؟ لا ما بقدر. معناته اي عملية موديولس، شفت انت الرقم الاولاني اصغر من الرقم الثاني، معناته الناتج هو الرقم الاولاني. كمان مرة، انا لما انا هون اشتغل على المود وكان الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني، معناته انه الناتج هو الرقم الاول. يعني اذا كان الرقم اللي صغير الاول فهو الناتج. طيب لو قلت لك زي هيك والله 7 مود السبعة، قلنا عن المودولس اللي هي باقي القسمة، هل في باقي قسمة بيزيد من وراء تقسيم السبعة على السبعة؟ طب شو أصلا تقسيم 7 على 7؟ 7 لما أقسمها على 7 الناتج بعطيني 1. طب هل في زيادة في القسمة؟ آه ما في زيادة في القسمة، ما في إشي زيادة زاد بعد تقسيم الـ7 على الـ7. يعني أنا لما رحت قلت لك كنترول اف 5 زي هيك الناتج أعطاني 0. طب لنفترض إنه أنا قلت لك لا والله 8 مود 7. طيب 8 مود 7 كيف بحسبها هاي؟ أنا لما أجي أقسم 7 على 7 كل واحد بأخذ واحد، كل واحد بأخذ واحد، وفي عندي واحد أنا ما قدرت أقسمه على حدا، ما قدرت أقسمه على حدا. ليش ما قدرت؟ لأنه أنا على المودلس بشتغل على الأرقام الصحيحة فقط. يعني لما عملت كنترول اف 5 لهذا الحكي قال لي أنت الناتج عن باقي قسمتك اللي هو الواحد.
طيب لو رحت قلت لك بدل ما انا 8 تقسيم او عفوا 8 مود 7، رحت قلت لك 9 مود 7، شو متوقع انت الناتج؟ بالضبط زي ما انت بتفكر، بتقول انه السبعة تقسم عليهم كل واحد 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 واحد، وظل عندي 2 انا ما عرفت اقسمهم. بالضبط هذا هو الناتج، وهيك بتشتغل عندي المودلس. فكر فيها انت شوي، بتلاقي حالك يعني قويت في هاي القصة. بس اللهم زيد لك كم رقم، كبر الرقم شوي، بتصير امورك 100%. لو تلاحظ صار لنا فترة احنا بندخل القيمة للمتغير. كيف يعني؟ انا ما اجي اقول انتجر اكس على سبيل المثال واعطيه القيمة 5، انا كمبرمج اللي اعطيت قيمة لهذا الفاريبل اللي زي اسمه اكس. طب لنفترض انه انا بدي اخلي اليوزر هو اللي يعطيه قيمة، اخلي المستخدم هو اللي يعطي 5 لهذا الاكس. طب شو يعني مستخدم او شو يعني يوزر؟ المستخدم او اليوزر اللي هو الانسان اللي ما له دخل بالبرمجة، هو الانسان اللي بيجي البرنامج جاهز وبس بقعد يدخل قيم. كيف يعني؟ لنفترض انا هون عرفت قلت انتجر اكس يساوي 5 وطبعت هذا الاكس وقلت كنترول اف 5 لهذا الحكي، طلعت عندي شاشة الكونسول وطابع الرقم 5، مش هيك؟ طيب حلو، شاشة الكونسول هاي بتروح للمستخدم او لليوزر. يعني انا لما اشتغل على البرنامج واضيف عليه واجهات رسومية واضبطه لهذا البرنامج، هاي الشاشة بتطلع للمستخدم. هاي الشاشة اللي هي كونسول ابليكيشن، بس انا اطور عليها شوي بروح ببيعها للمستخدم العادي اللي هو ما له دخل بالبرمجة، بس ما عليه الا يدخل قيم ويعمل انبوت لهذا الحكي ويستنى الاوتبوت ويشوف شو بده يطلع له. فهذا بنسميه اليوزر، اللي الزلمة اللي بيدخل هاي الشاشة بنسميه يوزر. طيب ممتاز، انا كيف بدي اخلي اليوزر هو اللي يتعامل مع هذا الفاريبلز بدل ما انا كمبرمج اللي اروح ادخل الخمسه؟ لا والله بدي اليوزر هو اللي يدخل الخمسه. هون في شغله بنسميها احنا سي ان. سي ان هاي السي ان مسؤوله عن ادخال القيم عن طريق اليوزر. يعني لما اجي اقول له سي ان لها الاكس واضيف السيمي كولون، لاحظ هون معطيني ايرور على قصه الاس تي دي، لازم اضيف اس تي دي بالاضافه للسكوب ريزوليوشن، اس تي دي بالاضافه للسكوب ريزوليوشن. طيب ماشي، بعد ما انا اعمل اس دي سكوب ريزوليوشن اقول كنترول اف 5 لهذا الحكي، لاحظ الكيبسور بضوي بطفي، هذا الضوء المنقط او بضوي بطفي هذا بنسميه احنا الكيبسور. لاحظ بضوي بطفي مستني مني قيمه. انا هون لما ادخل 99 على سبيل المثال واكبس انتر راح طبع لي 99، طب وين الخمسه اللي كانت؟ هون الخمسه يتعوض بدالها بقيمة 99. يعني شو اللي صار؟ زي كأني قلت للـ99 روحي مكان الخمسة، فراح تطير قيمة الخمسة ويجي بدالها 99. طيب لاحظ انت قصة الاس تي دي زعجيتك شوي. هسا نروح اتفق انا وياك انه بدل ما احنا نكتب اس تي دي لكل سطر سي ان وسي اوت، شو رايك نروح نكتب شغلة زي هيك using name space s تي دي بالاضافه لسيمي كون. شو معناته الحكي هذا؟ انه خلص بدل ما انا بغلب حالي وبكتب اس تي دي بالاضافه للسكوب ريزوليوشن، خلص والله يا كومبايلر اعتبر لي انه اس تي دي تبعت السكوب ريزوليوشن مضيوفه لكل سطر سي ان وسي اوت عندك، خلص انت مش بحاجه تضيفها كمان مره. بدي اياك تنتبه لي على شغله، انه علامات الاكبر من والاصغر من ناحية السي ان جيات علامة اكبر من اكبر من، اما من ناحية السي اوت اصغر من اصغر من. طيب لنفترض ان انا بدي اقرأ اكثر من رقم، يعني بدي اقول له انتجر اكس وهي بدي اعرف رقم ثاني واي. طيب هل بتنفع تعرفهم في هذا الشكل؟ بنفع، بعتبر الواي انتجر كمان. طيب ممتاز، كيف بدي اروح انا اقرأ الواي كمان؟ في ناس بتروح تعمل زي هيك فاصلة واي فاصلة واي. طيب هذا الحكي غلط، انت هون لما تعرف بتقدر تستعمل الفاصل، بس لما تيجي تعمل سي ان لا، لازم تكتب علامة اكبر من اكبر من. انت لما تيجي تعمل كونكات بين السي ان وبين السي اوت لازم تجمع بيناتهم يا بإشارة الاصغر من اصغر من يا إشارة الاكبر من اكبر من. للسي اوت إشارة اصغر من اصغر من، للسي ان إشارة الاكبر من اكبر من. يعني انا هون لو اجيت حكيت انه والله الاكس بيساوي قيمة الاكس وقلت له والله الواي بيساوي قيمة الواي، وفي هون شغلة بسيطة راح نتعلمها بزيادة، اللي هو بدل ما انا اكتب بين هالكوتيشن باك سلاش ان بقدر اقول شغلة زي هيك end line. end line شو معناته end line؟ معناته والله انزل لي
سطر جديد، معناته انه انزل لي سطر جديد. طب انو احسن، الاند لاين ولا الباك سلاش ان؟ برمجيا الاند لاين عندي افضل، ما بدنا نخوض بهاي التفاصيل، بس انت تعود انك تستخدم الاند لاين بدل الباك سلاش ان. طيب ممتاز، روح هذا الحكي نعمل له بيلد، نعمل له بيلد. شو يعني بيلد؟ انت لو كبست على كنترول شيفت بعدين حرف البي وعملته بهاي الطريقه، انه هون قاعد بتجرب الكود تبعك انك تشوفه شغال، هل في ايرورات، هل اموره طبيعيه. بقول لك والله اموره طبيعيه وماشي الكود. لو رحت عملت كنترول اف 5 بتلاقي الكبسر مضوي ومطفي، دخلت 10 دخلت 20 على سبيل المثال. لاحظ ان هون ما كبست انتر، بس اعطيته سبيس، بس اعطيته سبيس، راح يعتبر انه العشرة هاي خاصة في الاكس هاي، راح يعتبر انه العشرين خاصة بالواي. يعني سواء انا اعطيته سبيس ولا اعطيته انتر، راح يعتبر انه العشرة هاي للاكس وللعشرين للواي. طيب ممتاز، لو رحت انا وياك نحل هالاكسبريشن البسيط، لو عرفت رقم اكس وقلت لك والله يساوي 5 زائد 5 مضروب ب 8 وبين هالاقواس والله في عندي 4 زائد 9، طبعا هون في ضرب، وقلت لك والله انا بدي اروح اجمع ال 8 هاي للشغله اللي بين الاقواس هون، وروح حطيت لك سيمي كولون. هذا الحكي انت وشو اللي متوقع انه يطبع قيمة اكس؟ كم متوقع راح تكون هون؟ خليها ناقص على سبيل المثال. هذا الحكي شو متوقع راح يطبع لي؟ نيجي انا وياك نحسبه، هل انا حبلش من الشمال ولا حبلش من هون ولا بلش من وين؟ هون انا بشتغل على اولويات. اول اولوية الي اللي هو والله اروح اجمع ما بين الاقواس، يعني حنبلش انا وياك شغل كالآتي عشان ما نلخبط، نشتغلها حبة حبة على أساس تكون أمورنا مية مية. يعني والله هون الإكس لسه بتساوي 5 زائد 5 ناقص 8 مضروب 8، وبين هالأقواس راح جمع لي رقم. شو الرقم اللي جمع لي إياه؟ لو جمعت 4 زائد 9 راح يطلع عندي الناتج واللي هو 13. طيب ممتاز، هسه بتطلع على المسألة من ناحية أخرى، بقول لمين الأولوية هون؟ لمين الأولوية؟ بروح بشوف والله عندي الأولوية للضرب، الأولوية للضرب، فبروح بضرب الرقمين اللي عندي اللي هم 8 ضرب 8. لو ضربت 8 ضرب 8 معطيك الناتج 64. طيب ممتاز، يعني أروح أتفرج أنا على المسألة كمان مرة كيف بتصفي عندي؟ والله لسه بتضل عندي 5 زائد 5 ناقص 8 ب 8 حكينا بطلع الناتج عندي 64. طيب ممتاز، زائد 13. لاحظ عندي هون الأولويات كلها اتشابهت، كلها من نفس المستوى، يعني البريوريتي عندي كله صار من مستوى واحد. طب مين أبلش؟ أبلش أرقص الخمسة من الأربعة وستين ولا أجمعها بالتلتاش ولا شو راح أعمل؟ بيقولك في الحالة اللي بتساوى فيها جميع الأوبريتر بنفس المستوى تشتغل أنت من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. كيف يعني؟ يعني بروح بجمع الخمسة زائد الخمسة وحاصل جمعهم بنقصه من الأربعة وستين، بعدين بجمع الثلاثة، يعني بشتغل من الشمال لليمين في حالة تساوت الأولويات. طيب ممتاز، أروح أنا هسا إيش أعمل؟ أقول والله إنه الإكس شو تساوي؟ خمسة زائد خمسة عشرة ناقص أربعة وستين زائد 13. هسا كيف راح اشتغلها؟ بنقول والله انه الاكس شو تساوي؟ الاكس تساوي 10 ناقص 64 قديش؟ في سالب 54، بتعطيني سالب 54 زائد 13. طيب هذا الحكي شو بعطيني؟ بنقول له والله الاكس شو تساوي؟ سالب 54 زائد 13 كم حيعطيني؟ هذا الحكي بعطيني سالب 41، هذا الحكي بعطيني سالب 41. لو رحت نفذت هذا الحكي وشفت شو بعطي، لاحظ الناتج عندي قال لي انه الاكس تساوي سالب 41. وبنكتفي بهذا القدر لليوم، نشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.